اليوم كنضحك على كورونا. غدا يقولوا لك باباك مريض يقدر يموت، اختك، ولادك، عائلتك، ديك الساعة شكون اللي غيضحك معاك؟ فيق قبل ما تغرق، عارف بلي هادشي راه خطير وماشي ديال اللعب. بقى في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. اليوم كنضحك على كورونا ما مسوقش، ولكن غدا ملي غيقول لك باك مريض ولا الوالده ديالك ولا اختك ولا اخوك ولا مراتك وما غتلقاش ليهم بلاصه في السبيطار، ديك الساعه قلب على اللي ضحك معاك. فيق قبل ما تغرق وعرف ان هادشي خطير وماشي لعب. نبقى في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. اليوم كنضحك على كورونا وما مسوقش، غدا ملي يجيو عندك ويقول لك باك مريض يقدر يموت امك، اختك، وليداتك، مراتك، داك الساعه تقلب على اللي ضحك معاك ملي ما تلقاش ليهم بلاصه في السبيطار. الموضوع خطير بزاف. فيق قبل ما تغرق، نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. اليوم كنضحك على كورونا وما مسوقش، ولكن ملي غادي يقولوا لك راه باك مريض يقدر يموت امك واختك ولادك ومراتك وتلقى صعوبات باش تداويهم، ديك الساعه قلب على اللي ضحك معاك. فيق قبل ما تغرق وعرف ان هادشي خطير وماشي ديال اللعب. نبقاو في الدار الخوت، نبقاو في الدار الخوت، نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. حك دابا على كورونا ونشط وقلبها ضاحك وما مسوقش، ولكن غدا ملي مرض لك باك ولا امك ولا اختك ولا خالتك ولا جداتك ولا ولدك ولا بنتك، غادي تبقى تضحك؟ ما غاديش تضحك. فيقوا معانا، الله يخليكم، ونديروا اليد في اليد، نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. السلام عليكم. كضحك على كورونا ما مسوقش ياك، باخذ راحتك، ولكن غدا الا قالوا لك باك مريض ويقدر يموت، يقدر يموت وما عندكش بلاصه ليه في السبيطار، ولا يقولوا لك الوالده لحتى السلامه، ولا يقولوا لك واش حد اختك ولا ولادك ولا المدام، تخيل ديك الساعه غتلقى اللي يضحك معاك. فيق من القلبه، فيق من القلبه، فيق قبل ما تغرق، عارف بان هادشي راه خطير وهادشي راه ماشي الضحك، ماشي ديال اللعب. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. السلام عليكم. بلادنا كتعيش ظرف صعيب، خاصنا كلنا نتحدو باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك. خليك في الدار، ولاد عاتك الضروره باش تخرج تعامل بحذر وخلي مسافه الامان بينك وبين الاخرين، كلنا يد وحده وكلنا مسؤولين. عليكم الشبيبه والرياضه. اليوم كورونا دايرها ضحكه وتتقشب بها، غدا يقدر يتقاس بها شي واحد مقرب ليك او لا من العائله ديالك او اي بلاصه انت كتحبو، ديك الساعات ما غتلقاش اللي يضحك معك. الخوت اقسم بالله هادشي الله خطير جدا 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 جدا. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الامه الاسلاميه اجمعين. الله يجزيكم الخوت بخير. ندخلوا للدار حتى كورونا تفوت، ندخلوا لديورنا الخوت حتى كورونا تفوت. الله يجزيكم بخير، ندخلوا لديورنا الخوت حتى كورونا تفوت. راه ماشي صعيبه علينا جوج سيمانات نتخباو، ندخلوا لديورنا الخوت حتى كورونا تفوت. بليز بليز، الله يصوب لكم. السلام عليكم كلكم. انا اليوم جيت نهضر معكم كقمر السعداوي، ماشي كحماقه، بعيدا على الضحك، بعيدا على التفليه، لان هاد الظروف اللي كيمر بها العالم باسره ماشي غير المغرب، ظروف صعيبه بزاف وسيريوز بزاف، ولا خديناها بخفه وخديناها على ليجيرتي ما غاديش تخرج سالمه، الله يحفظ والله يلطف بينا. فلذلك اللي كيقدروا يبقاو في الدار، ما عندهم ما يديروا برا يبقاو في الدار. اللي كياخذوا الماكله بالاطنان ينعلوا الشيطان ويخليوا شويه الناس اللي حتى هما محتاجين يتقداو، لان مازال ما جات المجاعه، لان كاينين شي وحدين خايفين يموتوا بالجوع اكثر ما خايفين يموتوا بكورونا، وهذوك الناس غادي يقتلونا حنا بالخلعه قبل ما تقتلنا كورونا. فالتزموا ديورنا الا ما كان عندنا ما يدار برا، الا قدرنا نتعاونوا. هذا نداء لجميع الناس اللي عندهم الامكانيات يتكلفوا بعائلات كما داروا بزاف ديال الفنانين، منهم حاتم عمور، يتكلفوا بعائلات ما فحالهمش على قد جهدهم. فهاد الظروف كنتعرفوا بالاتحاد وبالتضامن، وهنا كنعرفوا شكون هما المغاربه ديال بصح، وحنا معروفين بالتضامن، معروفين بالخير وبالدار الكبيره وبالوعي، ونتمنى اننا نكون واعيين في هاد الظروف. بلادنا تعيش ظرف صعيب، خصنا كلنا نتحدوا.
باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك خليك في دارك، وإلا دعات الضرورة باش تخرج فلازم توخى الحذر وتحترم المسافة بينك وبين الآخرين. كلنا يد واحدة، كلنا مسؤولين. السلام عليكم. بلادنا كتعيش ظرف صعيب، خصنا كلنا نتحدو باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك خليك في الدار، وإلا دعاتك الضرورة باش تخرج تعامل بحذر وخلي مسافة الأمان بينك وبين الآخرين. كلنا يد واحدة، كلنا مسؤولين. السلام عليكم. بلادنا كتعيش ظرف صعيب، خصنا كلنا نتحدو باش تحمي نفسك وتحمي المحيط اللي داير بك. بقى في الدار، ولا دعات الضرورة أنك تخرج حمي نفسك وحمي الآخرين وخلي مسافة الأمان. كلنا يد واحدة وكلنا مسؤولين. السلام عليكم. البلاد كتعيش ظرفية صعيبة، خاصنا كلنا نتحدو باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك خليك في الدار، وإلا دعاتك الضرورة باش تخرج اتعامل بحذر، خلي مسافة بينك وبين الآخرين. كلنا يد واحدة، كلنا مسؤولين. أيتما دي السماء، السلام عليكم. أزور في اللون، غصد الوزارة تاخد ديال القرار باش تقن جميع المواكين التجمعات، زوز الحمامات، القهاوي، الريستورات، المساجد، كل ما يد باش الدولة تحافظ صحة المواطنين. يخصها ولا يمكن نتبع التعليمات، يمكن سيخفنيو طافكرات تروى كشم خستيق مينيو أمزغيت تروانو أشكو الخيرة دي قال مسؤوليانو باش أضحافظ في تروان ولا يخفنيو ولا مدنياد. أيتما دي السماء، أدوري إلا الخوف بهرة، هاتي الحوانت، رزمت السبيطارات، البلايص الدواء، الدولة تسكر كل المجهودات، خصا حتى نكني أنعاون باش الوباء ياد أدا غوري غلب، كلو نكايان، الحمد لله الوباء ران تغلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بغيت غير نتقاسم معكم واحد المسألة اللي هي مهمة جدا ومفيدة بالنسبة للصحة، واللي هي معروفة من زمان، واللي هي النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو وصى عليها. كان كيقول لك أنه نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وعندما نأكل لا نأكل حتى نشبع. بمعنى أنه أحسن حاجة بالنسبة للمناعة ديال الجسم هي الصوم، طبعا عند قدر المستطاع. اللي قدر يصوم راه أحسن حاجة باش يجدد المناعة ديالو. والدراسات العلمية أفادت اليوم بأن هذه المسألة راه هي صحيحة 100%. حاولوا إلا قدرتوا تصوموا، طبعا شربوا الماء لأنه مهم جدا. وأنا كنتكلم على الناس اللي ما عندهمش أمراض مزمنة، لأن اللي عنده أمراض مزمنة راه ما غيقدرش يدير هذه المسألة. ولكن اللي قدر يصوم يأكل غير مرة واحدة في النهار راه شيء رائع جدا بالنسبة للصحة وبالنسبة للمناعة. والله يعاونكم، والله يعاوننا كاملين. اليوم كتحكي على كورونا وما مسوقش، ولكن ملي غدا يقولوا لك راه باك مريض، قدر يموت اولا امك ولا اختك ولا ولادك ولا مراتك، تلقى صعوبات باش تداويهم. ديك الساعه قلب على اللي يضحك معك، فيق قبل ما تغرق، وعرف ان هادشي خطير وماشي ديال اللعب. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. اليوم كتضحك على كورونا وما مسوقش، لكن ملي غدا يقولوا لك راه باك مريض ويقدر يموت امك اختك ولادك مرتك، وما تلقاش ليهم بلاصة في السبيطار، ديك الساعة قلب على اللي يضحك معاك، فيق قبل ما تغرق وعرف هاد الشي راه خطير وماشي ديال اللعب. نبقاو في الدار خوت حتى كورونا تفوت. اليوم كتضحك على كورونا وما مسوقش، لكن غدا ملي يقولوا لك باك مريض ويقدر يموت ولا امك ولا اختك ولا ولادك وما تلقى لهمش بلاصة في السبيطار، ديك الساعة قلب على اللي يضحك معاك، فيق قبل ما تغرق وعرف هاد الشي راه خطير وماشي ديال اللعب. نقف الدار الخوت حتى كورونا تفوت. السلام عليكم الخوت. كل نهار كنسمعوا اخبار من بلدان الجوار وداكشي اللي واقع فيها، فداكشي مبكي ومحزن. فاحنا باش ما نوصلوش لهذيك المرحله نحاولوا اننا نلتزموا بحجر صحي ذاتي، نجلسوا في ديورنا، نحافظوا على النظافه ديالنا قدر الامكان، ما نخرجوش الا الضروره القصوى، وداكشي اللي غيخصنا مليح هو اللي خصنا نخرجوا على ودو. وحتى الا خرجنا نحافظوا على مسافه الامان بيننا وبين الناس، ونحاولوا اننا ما نتسالموش معهم وما نحتكوش بهم. الله يحفظ بلادنا ويحفظنا ويحفظكم، وهاد الازمه تدوز على خير قريبا ان شاء الله تسالي. السلام عليكم. كما كنعرفوا كاملين راه بلادنا دابا والعالم كامل كيمر بواحد الظرف اللي هو صعيب، فالا بغينا نحميو بلادنا وعائلتنا والوالدين ديالنا الاحسن نلتزموا الدور ديالنا. وفرصه كبيره اننا
تعرفوا على ولادنا اكثر، تعرفوا على عائلتنا اكثر، قوموا بأنشطة اللي هي منزلية اللي تعطي واحد الحب اكبر بين العائلة. وحتى اذا كان ضروري اننا نخرجوا ناخذوا الاحتياطات اللازمة، مسافة الامان، حاولوا ما امكن اننا نسلموش على بعضياتنا ديك تعالى رجلين هاي. والله يحفظ بلادنا يا ربي، وهذه مسؤولية ديالنا كاملين. يا سلام على البصرة، ما شهيتكم من الحوايج اللي ما كتعرفوش عليا هو انني عز عليا الطياب. ولكن بصراحة ما درتش هذا الفيديو باش نقول لكم راني كنطيب، ولكن باش نقول انني كنحاول ما امكن حتى انا نستغل الوقيته ديالي في الدار ديالي. انا كيعجبني الطياب، كاين اللي كيعجبو البريكولاج، كاين اللي كيعجبو يخدم، كل واحد شنو يمكن يدير، كاين اللي راجع مع وليداته، كاين اللي يهتم بالزوجة ديالو ويعرف بعض المرات يتحاسبوا على بعض الحوايج باش يزيدوا بهم القدام. كنظن اننا ما نحسبوش راسنا اننا في الحبس، لا، هذه فرصة باش نقربوا لبعضياتنا، ولو وقفوا المقاهي والمطاعم بالعكس مزيان اننا نرجعوا لذاتنا ونشوفوا اشياء اخرى اهم في حياتنا من الجلوس في المقاهي. نتمنى ان هذه الظروف كلها ان شاء الله تدوز مزيان ونتقربوا لوليداتنا حتى هما يرجعوا، وان شاء الله كلشي غيدوز مزيان. غير ما نتفتنوش، ما يسحبناش باللي لا تمنعوا المقاهي راه لي سوبر مارشي والخضره وهذاك الشيء ما كاينش، كاين وغادي يستمر. الله يوفقنا ويوفقكم، الله يحفظنا جميعين. خوتي السلام عليكم، والله يحفظكم والله يجازيكم بخير، خليكم في ديوركم الا الى دعت الضروره، الله يحسن الاعوان، قضيو الغرض ورجعوا دغيا، لان القضيه ماشي سهله. وبغيت نقول لكم حاجه مهمه، هي تحترموا مسافه الامان بينكم وبين الناس باش يكون كل شيء على ما يرام. شكرا. السلام عليكم. بلادنا كتعيش ظرف صعيب، خاصنا كلنا نتحدوا باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك. خليك في الدار، ولا دعتك الضروره باش تخرج تعامل بحذر، وخلي مسافة الأمان بينك وبين الآخرين، كلنا إيد وحدة وكلنا مسؤولين. اليوم كنضحك على كورونا ما مسوقش، ولكن غدا إلا قالوا لك باك مريض، ولا الأم ديالك، ولا الأخت ديالك، ولا ولادك، وما لقيتيش ليهم بلاصة في السبيطار، واش غادي تبقى تضحك؟ فيق قبل ما تخرق، وعرف بأن هاد الشي هذا ماشي اللعب. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا يفوت. أزول في اللون الزولي كل المغاربة زكتنجا أر القويرة راهو تيني غي الدداس اللي ولا بدا نقافوز قوياض المعاوان باش نقدوس الفيروس الكورونا. لا توقت المسائل غير اللي تنصح وزارة الصحة، تنصح الدولة، تنسكار يخصها دوري تفق بنادم، دوري مسالها، دوري السودو، أي سير ديفاس نس مزيان، يحافظ النظافة، يقابل الراون، سيقيم قخام تا الدار تيقمي، يخصها كل المعاوان أمزانة خاتار كي كمي ولا نكي يخص ولا بدا انا معاون باش نقدوس الفيروس هاد الكورونا. تداد الوقت اللي تمازيرتي خصها تكيان نكلو يان باش نقدوس الفيروس هاد تنمرت. السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ونفسيتكم تكون مرتاحه. عارفين شنو واقع، عارفين الظروف اللي كتعيش البلاد، وعارفين هاد النفسيه الجماعيه اللي الله يكون في عوان كل واحد. ولكن الرسالة اللي بغيت نوجهها للناس، الله يجازيكم بخير، ملي السلطات كدير شي قرار كديروا لمصلحتنا كاملين، الله يجازيكم بخير. قالت لكم المساجد غيتسدوا، صلوا في ديوركم. قالت لكم القهاوي غيسدوا، شربوا القهوة وشربوا أتاي وشربوا المنادة في ديوركم، وصابوا العصير وصابوا الويزة وصابوا الزعتر وصابوا الشيح وصابوا اللي بغيتوا. قلت لكم الاسواق راه ما كاين حتى شي مشكل، وثيقوا شويه وعرفوا بانه ما كاين حتى شي مشكل، وبعدوا من الزحام. هذا الاستهتار هو اللي غادي يخرج علينا، هذا الاستهتار هو الفيروس الحقيقي. الله يجازيكم بخير الاخوان، الله يجازيكم بخير الاخوان. الانسان يثبت وما غادي يكون غير خير من بعد ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بلادنا كتعيش ظرف صعيب، وخاصنا كلنا نتحدوا ونحميوا راسنا ونحميوا غيرنا. خليك في دارك، ولا دعت الضرورة باش تخرج تعامل بحذر، وخلي مسافة الأمان ما بينك وبين الناس، كلنا يد وحدة وكلنا مسؤولين. اليوم كتضحك على الكورونا وما مسوقش، ولكن غدا فاش غادي يجي يقولوا لك بأن ربك مريض وغادي يموت، ولا أمك ولا مراتك ولا ولادك ولا أختك، وما تلقاش لهم بلاصة في السبيطار، ديك الساعة قلب على اللي يضحك معاك، فيق قبل ما تغرقوا نغرقوا كاملين. الامر خطير وماشي ديال اللعب. انا مزاوقه الخوت، بقاو في الدار تا كورونا تفوت. اليوم كتضحك على كورونا وما مسوقش، لكن ملي غدا غيقولوا لك ربك مريض ويقدر يموت، او امك او اختك او ولادك ومراتك، وما تلقاش لهم بلاصه في السبيطار، ديك الساعه قلب على اللي يضحك معاك، فيق قبل ما تغرق.
وعرف ان هذا الشيء خطير وماشي ديال اللعب. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. اليوم كضحك على كورونا ما مسوقش، لكن غدا يقول لك رباك مريض ويقدر يموت. امك اختك ولادكم مراتك وما تلقاش اليوم بلاصه في السبيطار. ديك الساعه قلب على يضحك معك، فيق قبل ما تغرق، وعرف ان هذا الشيء خطير وماشي ديال اللعب. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تموت. بلادنا كتعيش ظروف صعيبه، باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك خليكم في الدار، خليكم في الدار. الا دعت الضروره انك تخرج من الدار، خذ الاحتياطات ديالك، خذ مسافه الامان بينك وبين الناس الاخرين. كلنا يد وحده وكلنا مسؤولين. تبارك الله عليكم. السلام عليكم. تلاديت ونولت متون عيشه تشنوي طرف لون السلام حكون يحفظ ربي راونتي نح سكرت الاحتياط نون اورتي لمحمس التجمعات يندرت لخت نصصت فلاسي سالور بي في توسرس مي ايسكر الاحتياط نص اوري تنسيليم تعاون محمس يبويا نون ادوري تيلي الاختلاط ويانيك شمتي مينس تروانس ضدور تزموم. ان شاء الله هاتي بالنسبه لنا القهاوي اللي حنا التجمعات رتقن القهاوي ولا للصالات ولا الحمامات رتقن، ولكن سوبر مارشي ورات قن طحونه وهات ورات قن كون يحفظ ربي عدور تزموم كون يصرب حربي. اتمنى حدا الرحمن الرحيم العزيز الكريم اكون يحفظ ربي يحفظ الامه محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام اكون نجا ربي انجياح انجا الملك محمد السادس اتنصر ربي اكون يحفظ ربي. تبارك الله عليكم. السلام عليكم. كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير والنفسيه ديالكم تكون مزيانه ان شاء الله، خصوصا في هذه الظرفيه اللي كندوزو منها، ظرفيه اللي ما محتاجاش اننا نزرعوا الخوف نزرعوا الاشاعه، ظرفيه اللي ما محتاجاش اننا نخلعوا بعضياتنا نخلعوا الناس ديال اللي كيعرفونا ونعرفوهم، ظرفيه ما محتاجاش نقولوا ان الناس الكبار كيشتفيهم هذا المرض وكيقتلهم، ظرفيه محتاجه اننا نضامنوا اننا نتعاونوا ان تكون عندنا المسؤوليه. المسؤوليه شنو هي؟ الى مريض حاول انك ما تعاديش واحد اخر، الى مريض حاول انك تمشي تداوى، حاول انك ما تخرجش لان الفيروس كينتشر بطريقه رهيبه والارقام والاحصائيات صعيبه وصعيبه بزاف. دول بحال امريكا بحال فرنسا بحال طاليا بحال الصين عندهم امكانيات كبيره وما تمكنوش من هذا الفيروس، فكيفاش بغينا نتعاملوا معه؟ حنا نتعاملوا معه الى كل واحد شد داره وكل واحد حاول انه ما يجيبش العدوى لعائلته ووليداته. الله يخليكم، هذا نداء لنا جميع نحاولوا اننا نبعدوا على التجمعات ونمشيوا مع البلاغات ديال الحكومه. كم حبابي الله يهديكم، حبابي دخلوا لديوركم، انا مزوج الله يهديكم دخلوا لديوركم باش نحميو بعضياتنا، راه حنا غاديين كنخربوا فيها. شكرا. زعما وصلت بنادم درجه السيطار انه يضحك بعد كورونا ويضرب كاع هادشي كامل عرض الحائط، وانه زعما هادشي كامل اللي دارت الدوله بحال الا زعما كنقول ما في الرمله. هضرنا مع الناس، كاين اللي كيتفلى كاين اللي كيقول لك تخسر راسك كاين اللي تيقول لك حتى هضره خاويه حتى كورونا، راه الناس مازال ما واعياش بالخطوره ديال الوضع حتى غنوصلوا من هنا جوج اسابيع شي 1000 اصابه. داك الشيء غادي كيتزاد وديك الساعه عاد غادي نجلسوا نبكيو على حالنا. جلسوا في ديوركم الله يرحم الوالدين. وكاينين الناس للاسف الناس اللي كيخدموا يوميا بحال دابا في مقهى ولا كيخدم في اماكن اللي تحبسات بهذه الخدمه، هاد الناس هذا نحاولوا حنا المواطنين نتكفلوا بهم ونعاونوا بعضياتنا. اي واحد فينا يتكفل بعائله ولا جوج يعاونهم في سبيل الله، وراه كنظن بان المغاربه الحمد لله فيهم هذا الروح هذه، ولكن اللي يتكفل بشي حاجه. الخوت السلام عليكم. نبغي نقول لكم بان الا قلنا لكم بقوا في الدار راه ماشي عقوبه وماشي شي حاجه اللي خصنا نستهزؤوا بها ونضحكوا بها، لا راه خصنا فريمون نبقاو في الدار، حيت الا كان انا في الكورونا فيروس مثلا نقدر نسلم على 100 واحد هذا النهار، وهذوك 100 واحد اللي سلمت عليهم من بعد غادي نعطيهم هذوك غادي يعطيهم 200 واحد حدا اخرين، دونك غادي تبقى العدوى تدور عندنا هنايا في البلاد، وحنا هادشي ما مزيانش لينا لا لبلادنا ولا الاستثمار ديالنا ولا الحاله النفسيه اللي عايشينها حنايا دابا. دونك تيقوني راه كورونا فيروس ماشي لعب، راه مرض خطير خطير بزاف، وما عندناش حتى المستشفيات اللي غادي تقدنا كاملين داكوغ. دونك حاولوا الله يخليكم ما نسلموش على الناس، ولا خرجنا نغسلوا يدينا مزيان نغسلوا ضفراننا مزيان، ما نديروش يدينا في فمنا ولا في نيفنا ولا في عينينا غير هكاك، راه قضيه خطيره جدا.